نورتيني معاك يا ياسمين. النهارده جاي اكلمك على اليف. انا امبارح الناس اللي متابعاني على سناب شات زي ما انتم شايفين الفيديو ده، رحت اشتريت حاجات كتير قوي من مول العرب، وساعات بروح البارتيشن اشوف حاجات جديده اشتريها، وكمان وانا بلف كده شفت الماركه بتاعت اليف. الماركه دي طبعا هم مش عاملين نفس العروض اللي على الموقع، نفس العروض اللي في البارتيشن بتاع مول العرب. انا رحت هناك وقعد اشم كل حاجه، بحب جدا الصابون بتاع الجسم، هو نفس الريحه بتاعت البودي سبلاش، هو نفس الريحه بتاعت الكريمه، هو نفس الريحه اللي في عاملين ازازه صغنونه فيها عطر كده بترشيها بتثبت الريحه اكتر، انا بحب كده. قعدت اجرب كل الروائح عشان اعرف بعد كده انا هشتري ايه، وحصل لسه طالبه مجموعه النهارده، والحمد لله بعد ما طلبتها خلاص سولد اوت. فاتبسطت ان انا كنت اخر واحده اطلب المجموعه دي، وان شاء الله 4 ايام وهتجيلي، واول ما تجيلي ان شاء الله هفرجكم عليها. بس هفرجكم عليها على الانستجرام او سناب شات وكمان الفيسبوك، اللينكات تحت في صندوق الوصف، روحوا دلوقتي حالا اعملي فولو عليهم عشان تتفرجوا على كل حاجه اول باول. تاني حاجه مهمه عايزه كمان اقول عليها، ان انا لما جربت الحاجات دي فرقت معايا جدا. يعني انا امبارح طول النهار كنت بلف في مول العرب لان في عروض كتير وخصومات كتير قوي قوي قوي، بالذات على الشوز. يعني طول الوقت كنت بلف، فاول حاجه عملتها اني حطيت اللوشن بتاعهم، وفي نفس الوقت حطيت البادي سبلاش فوقيه عشان اشوف مدى الثبات قد ايه. ما غسلتش ايدي، يعني حطيت على الحته دي وما غسلتش ايدي خالص. فقعدت الف كده كتير لغايه ما روحت البيت الساعه 8 9 بالليل. يعني انا من الساعه 2 الظهر لغايه 8 9 بالليل الريحه زي ما هي، اكنك لسه رشها بالظبط، فحبيت قوي. وعندهم كمان زيوت المساج، زيوت المساج الاثنين مع بعض اساسا عاملين 700 جنيه. انا لسه شايفاهم دلوقتي، ثواني، لقيت الاثنين مع بعض دلوقتي بدل 700 عاملين 450 الاثنين مع بعض. طبعا الروائح اللي عندهم روائح حلوه جدا جدا جدا، لان الفتره اللي فاتت عايزه اغير البادي سبلاش بتاع ايفا، مش عارفه ليه السنه دي مش حابه اشتري البادي سبلاش بتاعهم خالص وحابه اغير. فلما جربت ده عجبني جدا، والمعطل لوحده سعره 450 جنيه، استحاله اشتريه. فانا هشتريه في العروض واشتري العرض كله مع بعض. لما اشتريت العرض كله مع بعضه على طول جالي ب 800 جنيه 4 حاجات، طبعا الصابون بتاع الجسم، وكمان المعطر، والبودي سبلاش، وكمان في حاجه تانية الكريم حاجه كده. فده حلو قوي قوي قوي، يعني فرصه. بس روحي شمي، يعني روحي شمي الروايح، انت بتحبي ايه ما بتحبيش ايه. ما تقريبا عندهم اربع روايح بس، دي حاجه كويسه. انا بحب التخصص قوي، لما حد بيعمل حاجه قد ايه النتيجه بتبقى كويسه، ولما الحاجات تكون قليله. عارفين الروايح كتير قوي دي بتقعدي بقى تشمي وتتلخبطي ومش عارفه ايه، وبتبقى ايه وبتلاقي حاجه شبه حاجه. فعندهم 4 روايح، و4 روايح بتركيز حلو قوي، وفعلا فعلا زي المستورد واحسن. وانا اكتشفت ان هم موجودين من 2007، انا كنت شايفه عنهم. فروحوا جربوا زي ما انا جربت، فلما جربت عرفت ففهمت ولقيت، وفي حاجات رخيصه حلوه قوي. بس في الايام العاديه انا اسفه مش هقدر اشتري من عندك خالص خالص، غاليين قوي. يعني زيت التدليك لوحده سعره 450، فالاثنين مع بعض 450، دي فرصه عظيمه ممكن اشتري في الوقت ده لاني بحب المساج. ففي حاجات كتير قوي، وكمان زيت التدليك عندهم بريحه، فانت تختاري بقى الريحه اللي بتعجبك وتحطيها على جسمك. فطبعا الزيت ده بتخليه على جسمك تدليك، يعني بعد ما بتخلصي الشاور خالص عايزه تدلكي رجليكي، عايزه تدلكي دراعك، عايزه تدلكي بطنك، عايزه تدلكي ظهرك، براحتك بقى. فاول ما يجيلي الاوردرات كلها ان انا طلبتها كلها ان شاء الله كده، هعمل فيديو كامل على كل الحاجات اللي طلبتها عشان تتفرجوا معايا انا طلبت ايه. وما تنسوش اشتركوا في لايك الفيديو، اشتركوا في القناة، وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اي فيديو جديد. انا ياسمين وهستنيكي الفيديو الجاي. باي باي.